ننتقل الحين إلى تمكين اللي أطلقت مسابقة جائزة ريادة الأعمال في نسختها الجديدة هالسنة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية واللي يهدف إلى دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030. تفاصيل الجائزة مع ضيفنا في الاستوديو فيصل سلطان مدير جائزة تمكين لريادة الأعمال. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا فيك ويانا. الله يسلمك. طبعا يعني النسخة الأولى ما شاء الله وصل عدد المشاركين إلى 90، النسخة الثانية 120، وإن شاء الله هالسنة في ازدياد. خبرنا عن استعداداتكم لحد الحين، أفكار المتسابقين، وصلتكم وين وصلتوا؟ والله لحد الحين احنا شغالين على الجائزة نفسها في سنها الثالثة الحين. باب التسجيل والترشيح مفتوح لتاريخ 31 ديسمبر إن شاء الله. ولحد الحين ما شاء الله استقبال جيد ممتاز، يعني استعدنا احنا حق هالاستقبال هذه نفسه مع الشركاء اللي عندنا اياهم اللي هم مثلا البي دي بي البحرين ديفلوبمنت بانك، الاي دي بي الايكونوميك ديفلوبمنت بورد، البي سي سي اي وزاره التجاره والصناعه، اليونيدو، وحتى اي واي بعد. اي واي موجودين عشان يقيمون اللي احنا نسويه ويا المشتركين نفسهم. عرض فكره سريعه عامه عن هذه المسابقه، شنو هي ومين يقدر يشارك فيها؟ احنا فاتحينها مسوينها بطريقه بسيطه ان شاء الله، يعني ان تكون سهله على الكل يقدر يشترك، والشروط اللي عندنا اياهم بسيطه بعد. عندنا سبع فئات. واحد بعطيك بعض الامثله من الفئات اللي عندنا اياهم الكاتيجوريز. مثلا اول فئه اللي هي فئه شركات متناهيه الصغر اللي هو مايكرو انتربرايزز، فرد واحد، فردين، ثلاثة اشخاص مثلا يشتغلون من البيت بعد، حتى اذا ما عندهم سجل تجاري يقدرون يقدمون على هالجائزة هذه. الفئة الثانية عندنا فئات المؤسسات الستارت ابس اللي هم الناشئة. أي شركة صار لها ثلاث سنين شغالة، أقل من ثلاث سنين شغالة، يقدرون يقدمون على هالفئة هذه. SME of the year اللي هي شركات الصغيرة والمتوسطة. وعندنا يعني فئات كثيرة، يعني حاولنا نحن نفتح البيبان حق الكل نقدر يقدم على الجائزة بدون ما نركز على مجال معين أو سكتر معين. حلو ان حتى راح تدعمون الناس اللي تشتغل في البيت يعني، وهذه بادره حلوه منكم. بس في هناك شروط معينه ولا ممكن؟ سجل تجاري ضروري فقط، والشروط المفصله تقدر تقول يعني هم يعني اشياء بسيطه صراحه، يعني ناس ما قلت لك مثلا الشركات الناشئه لازم 36 شهر واقل يكونون عشان يقدمون على هالجائزه هذه. SMEs of the year مثلا حق المؤسسات الصغيره المتوسطه لازم يكونون 36 شهر وازيد، يعني أوكي. يعني شروط بسيطه جدا صراحه. من خلال السنوات اللي راحت اخوي فيصل، شنو لاحظتوا مين هي اكثر فئه اللي تشارك وشنو توقعاتكم لهالسنه؟ الصراحه اكثر فئه عندنا يشاركون هم الناشئه الستارت ابس، هم اللي صار لهم ثلاث سنين واقل. لاحظ لهم ان في عندهم يعني عدد كبير، تقريبا تقول تقريبا 40% من الناس اللي يشاركون هم من فئه الستارت ابس. منافسه يعني جيده صراحه يعني، واحنا نحب نشوف هالشيء، نحب نشوف شباب صغار فاتحين بزنس جديده صار لهم ثلاث سنين يقدمون على هالجائزه هذه ويراوننا شنو هم اللي قاعدين يسوونه وشنو يقدرون يسوون في المستقبل بعد. والحمد لله بعد عندنا ناس مثلا يقدمون كمؤسسه ناشئه في السنه الاولى، وفي السنه الثانيه يتطورون ويقدمون كمؤسسه صغيره متوسطه. فانهم شغالين على السيستم مالهم يعني. يعني كل واحد يقدر يشارك بس مجرد يكون عنده سجل، حتى لو كان قاعد في البيت وعنده البزنس ماله. في السنوات اللي طافت يمكن الجوائز كانت عباره عن منح ماليه قدمتها تمكين الفائزين، سمعنا ان هالسنه راح تكون مبالغ نقديه، فخلنا نتكلم شوي عن المبالغ وكيف راح يتم توزيعها. احنا حاولنا نبدل الموضوع هالسنه، ان شنو نحاول نسوي؟ نسهل الامور على الفائز نفسه، ونخلي بعد الشيء يكون مور اتراكتيف، يعني ان الناس يعني ان يقدمون ازيد بعد. بس لكن السبب الرئيسي هو ان نسهل الامور على الفائز الجائزه نفسه. حبينا ان نسهل عليه انه باي طريقه انه هو يقدر يفيد روحه بنفسه. بنعطيه المبلغ نفسه، مبلغ نقدي. تقريبا التوتال هو مال المبالغ النقديه حق كل الفئات اللي عندنا اياهم تقريبا 150,000 دينار. كمثال مثلا مؤسسات الناشئه الستارت ابس بيحصلون تقريبا 20,000 دينار اذا طلعوا واحد من الفائزين. الشيء المفيد اللي فيه انه شنو المبلغ بيروح دايركت حق الشركه نفسها، هو يتصرف ويستفيد فيها بالطريقه اللي هو يشوفها احسن يعني.
بس هل راح تكون تمكين وياه بعدين بعد الفوز في الاستشارات اذا احتاج شيء ولا خلاص يستلم المبلغ؟ لا هو سهل عليه الامور اكيد يعني، بس احنا لازم نراقب بعد في المستقبل، لان هاي واحد من الاسباب اللي احنا نسوي هالجائزه ونوزع المبلغ النقدي هذه عشان نشوف تطور في المؤسسه نفسها. لحد الحين شلون المشاركات؟ والله مشاركه صراحه يعني الاعداد اللي عندنا اياهم كبيره، ما اقدر اعلن اي شيء لحد الحين، ان شاء الله في اول اسبوع من يناير نقدر نعلن عن الاشتراكات نفسهم. نعم. بس الاعداد جيده صراحه الحمد لله. طبعا الباب قلت مفتوح لتاريخ 31 ديسمبر. نعم. بس كيف ممكن اللي حاب انه يشارك وعرف اليوم عن المسابقه يقدر يشارك؟ كل المعلومات موجوده على الويب سايت اللي عندنا اياه www.bahrainae.com، وحتى عندنا بعد رقم التلفون عشان اذا حبوا يستفسرون او حابون يعرفون معلومات ازيد، بعد الرقم 8070 70 سو 8070 70. حلو. توقعاتك للمشاريع اللي بتشارك هالسنه؟ اكيد سنه عن سنه لاحظتوا ان خلاص اليوم الشاب البحريني صارت عنده فكره اكبر واوسع عن المشاريع، مو نفس قبل خلاص انا راح افتح اي مشروع. لاحظتوا فعلا هذا الشيء خلال السنوات الصراحه؟ قاعد نشوف ان وايد من المؤسسات اللي عندنا اياهم في البحرين اشياء جديده، يطلعون بافكار جديده رياديه الصراحه، يعني اشياء جديده قاعده تطلع ونستغرب منها ان نشوف هالنوع من تطور وهالنوع من انوفيشن في البحرين موجود، وهاي الشيء اللي احنا حابين نسلط الضوء عليه. احنا مسوين هالجائزه هذه عشان نراوي البحرين ونراوي بعد في يعني في الريجن نفسه، يعني ان البحرين يعني فيها موهبه. أكيد مشاريع يمكن عديدة دعمتها تمكين على مدى السنوات اللي راحت، تذكر لنا أبرز المشاريع أو يمكن حتى اللي طلعت خلال السنة الأولى والثانية من المسابقة يعني وموجودة اليوم؟ يعني مثلا واحد من المشاريع اللي فازت SME of the year في السنة الأولى على الخياط عند شركة اسمها Creative Styles، ده مصنع كبير يسوي أثاث. يعني انه يصنع على الديزاين ماله، طلع انه هيز برودوسينج يعني حق شركات كبيره في البحرين، حق فنادق وحق مكاتب وكل حق كل هالامور هذه يعني. ما شاء الله عليه، يعني انه عقب ما خلص من الجائزه نفسها بعد حب انه يطور روحه اكثر، بعد انه يحاول يسوي ديلز او يبيع برا البحرين بعد، وهاي الشيء احنا نحب نشوفه يعني. يمكن انا صريت اذكر مثال عشان ايضا نحفز اليوم الشباب اللي للمشاركه في هذه المسابقه، نفس ما قلنا الباب مفتوح لتاريخ 31 ديسمبر. فيصل سلطان مدير جائزه تمكين لرياده الاعمال، يعطيكم الف عافيه وموفقين، وان شاء الله كل الشباب الطموحين يشاركون في المسابقه ان شاء الله. شكرا.